بالتالي بعد كده يبقى في امتحان رسمي، واحنا قاعدين بقى بنشتغل، احنا قاعدين في الغرف اشتغل المغلقه مش بنشتغل. فاضيين للاعلام مش ف... كل لا يوم يعني وليله. اعلام مهم جدا، بس احنا لا اول يعني حاجه اقصد انه مش فاضيين ان انتوا رايحين تتوزعوا على البرامج ايوه كده وتمسكوا بالليل بالثلاث اربع ساعات على الهوا، مش بالظبط كده. هتعملوا كده. ده لا خالص خالص. خالص 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 خالص. بلس كمان انك انت النهارده المتحدث الرسمي هو ما بيقولش حاجه من دماغه، هو بيرجع لمجلس اداره، انت هتتكلم في المواضيع دي، المواضيع دي هتتقال، بس بنجيب شخصيه محترمه تقدر تخاطب الجماهير وتخاطب اعضاء الجمعيه، ولما يبقى في ازمه عندنا يقدر يطلع يقولها اصح مننا كلنا. احنا بنعترف بايه؟ كل واحد محترف في حتته، مفيش واحد فينا بيفهم في كل حاجه بعد كده. ففي طب ليه ما متحدث. عملناش كده ايام اللجنه عشان الناس ما تسالش؟ ايام اللجنه كان لها هدف، يعني زي ما يقولوا ايه؟ كان لها هدف طلوعنا، لان قبل ما احنا يعني نطلع ونطلع بغزاره، وانا يعني كنت عارفها وموافق عليها، بس الناس فاكرانا عايزين نظهر، لا هي ما كانتش زورنا، اسف يعني احنا ما احنا معروفين اصلا يعني كحسين لبيب، لا طبعا الناس عارفاه، نعم. انما كان الغرض منها توعيه للجماهير واعضاء الجمعيه العموميه. البلان اللي احنا فيها النهارده او اليوم اللي احنا فيه ده يا استاذ احمد، بجد بقاله سنتين يتم الاعداد له في ذهني. سنتين سنتين في تجهز في ذهني لده، بجهز ازاي هنشتغل عشان اما تيجي تبقى في ما يسمى انتخابات مظبوطه، يبقى انا بنيت لمده السنتين دول انا افكار والزملاء. شغال عليها طبعا وشغالين عليها مع نفس المجموعه ولا مع سته من المجموعه وكمان طبعا طبعا. منهم مين؟ ما هو يعني هاني بيرزي ما هو كان معايا في اللجنه، استاذ محمد تريبي معانا برضو بس هو مش في مجلس ده بس معانا برضو. الاستاذ هاني شكري ما كانش معانا في اللجنه بس هو معانا برضو. المهندس هشام ناصر نفس الكلام، يا سلام. والكابتن حسين السيد والاستاذ عمرو ادهم وبقيه اللجنه، سواء الدكتور حسين السمري او الدكتور عاطف النمر او الاستاذ طارق جبريل، بجد كل دول بيشاركوا معايا لغايه النهارده. فيعني احنا يعني هي دي فانتوا قاعدين شغالين بقالنا سنتين عشان نوصل اللحظه دي. والله في انتخابات فداخلين لا معانا خطه واحد زي ما نقول ايه، احنا سوينا الارض مظبوط عشان لما نيجي ندخل ما يبقاش في عراقيل. وده متهيألي واضح في نتيجه الانتخابات. صحيح ولا مش واضح؟ لا لا واضح اكتساح. وفي احسن لا بلاش اكتساح، واضح كويس. اشمعنى بتضايق حد ولا حاجه؟ لا ماليش دعوه بحد. نعم انا ببقى بحافظ على على كلامي. اخترت المتحدث ولا جاري البحث عنه ولا في دماغ حضرتك او دماغكم؟ يعني في اكتر من شخص لسه لم نتفق على واحد فيهم، فبالتالي دي يعني صحفيين اعلاميين ولا من خارج الوسط؟ لا لازم يبقى اعلامي طبعا. اعلامي طبعا. ممكن حد من المجلس يبقى هو المتحدث ولا صح؟ لا يا فندم مش لا. من المجلس. لا 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 لا, لا, لا. ممكن نيرة وهي عضو مجلس إدارة لا دلوقتي؟ لا يا فندم لا 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 خالص. نيرة لها شغل تاني برضه، لها شغل تاني طبعا. ما احنا عندنا المنظومة الإعلامية مثلا في النادي من الأحلام بتاعتنا برضه خلق منظومة إعلامية بثقافة زملكاوية جديدة. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة يا فندم يعني مثلا المحطة 1911 هعمل ايه؟ منظومة جديدة اكتر من 100 سنة 100 سنة والزملكاويه كتير قوي ورموز الزمالك كتير قوي والناس اللي هي فاهمه في الاعلام كتير قوي 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 وزملكاويه زي حضرتك كده، ما انت اهلاوي عندنا زملكاويه كتير برضه زي حضرتك، فلا بد الناس دي كلها تيجي تشترك معانا يحطوا يعني سياسه اعلاميه كامله، سواء للحته بتاع السوشيال ميديا او المجله او المحطه. هتغيروا المنظومه كلها؟ اعاده هيكله كامله، اعاده السياسه الاعلاميه يعني هو يعني اي قناه بتاعه حضراتكم وبرنامج حضرتك لازم بيبقى له سياسه اعلاميه. طب احنا ليه نرتجل وليه نمشي كده اللي هو كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ لا يبقى في سياسه لنادي الزمالك. انت عايز توصل بنادي الزمالك لغايه فين؟ انت عايز توصل لجماهيرك ايه؟ يعني مثلا انا من الحاجات الاحلام برضو انا عايز ازود شعبية نادي الزمالك، فليها اكتر من قصة ازاي ازود من شعبية نادي الزمالك. هي شعبية نادي الزمالك طاغية وما نقدرش نقول انها مش طاغية لان ما فيش رختر مقياس عشان ما ندخلش في هذا الجدال مع حضرتك في مين اكبر، انما من وجهة نظر كل واحد ان عنده شعبية جارفة واحنا عندنا شعبية جارفة سواء في مصر او في الدول العربية او في افريقيا او في العالم. احنا عندنا نص مليار
يعني حضرتك قول اللي انت عايزه وانا اقول اللي انا عايزه، بس ما فيش مقياس. يعني ريختر بيبقى 7.2 7.8 مثلا، الزلزال فين المقياس اللي الناس بتحكم عليه؟ المقياس انه لما تشوف الاهلي